فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أهلا بكم في قراءة لأهم ما تناولته الصحف اليومية ليوم غد الأربعاء. روس يفشل في استئناف مفاوضات الصحراء، العنوان لجريدة الصباح. وفي التفاصيل تكتب الصباح: الوسيط الأممي المكلف بملف الصحراء كريستوفر روس يجد صعوبة في إقناع الطرف المغربي بجدوى برمجة زيارة جدية للمنطقة تشمل الرباط. وقالت الصباح إن المبعوث الأممي التزم للوفد المغربي في وقت سابق بتقديم إجابات كافية بشأن بعض الملاحظات التي أبدتها الرباط في مسار وساطته في ملف الصحراء، إلا أنه لم يقدم أي من التوضيحات، وعاد للحديث عن جولة جديدة إلى المنطقة دون تحديد أهدافها ولا الغاية منها. ننتقل إلى جريدة المساء، ومنها اخترنا لكم خبرا بعنوان: اعتقال عصابة تمتهن النصب وتستغل صورا مفبركة رفقة أمراء ووزراء. وفي التفاصيل تشير المساء إلى أن مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة نواحي مراكش اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي عنصرين ضمن عصابة مكونة من 4 أفراد نفذوا عمليات نصب في حق الشباب بعد أن ادعوا علاقتهم بالقصر الملكي. والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الدستي والمفتشية العامة للقوات المساعدة. وكشفت المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى منزل بمنطقة المسيرة، حيث أوقفت عنصرا متورطا في القضية على الفور قبل أن تعثر خلال عملية تفتيش المنزل على أختام كثيرة تستعمل في تزوير بعض الوثائق ورسائل ملكية، إضافة إلى سير ذاتية لبعض الشبان ووثائق خاصة ب4 ضحايا. تبين استلام الموقوف من كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر ب15,000 درهم مقابل توظيفه في سلك القوة المساعدة. أما صحيفة الناس كتبت في صفحتها الأولى خبر المفادو: تلميذة تتورط في حمل غير شرعي مع قاصر بتزنيت. وفي التفاصيل تفيد الجريدة أن أسرة اكتشفت بمحض الصدفة أن ابنتها التي تتابع دراستها في الثانوية التأهيلية بن سليمان قد ظهرت عليها علامات الحمل. وقالت صحيفة الناس نقلا عن مصادرها أنه تم اكتشاف الحادث بعد أن رافقت التلميذ القاصر البالغ من العمر 17 سنة إحدى قريبتها إلى حمام شعبي في المدينة ذاتها، ما جعلها تشك في الأمر. باقي التفاصيل تجدونها في عدد غد الأربعاء لجريدة الناس. أما جريدة الأخبار فتنشر تفاصيل مثيرة للقاصرة التي عرضت ابنتها للبيع مقابل 500 درهم بصفره. ووفق المعلومات التي توصلت إليها جريدة الأخبار والتي تم استقاؤها من التحقيق الأولي، فإن القاصرة البالغة من العمر 15 سنة والتي التحقت هذه السنة بالجذع المشترك في التعليم الثانوي تعرضت للاغتصاب بعد التغرير بها نتيجة حداثة سنها، غير أن والديها بالتبني لم يبلغا عن ذلك وفضل التستر عن الجاني لأسباب مبهمة، إلى أن أنجبت رضيعة قبل حوالي أسبوعين. وبناء على ما صرحت به القاصر أمام الضابطة القضائية، فإن والديها بالتبني هما من شجعها على عرض رضيعتها للبيع من أجل أن يتسنى لها استكمال دراستها. التفاصيل في عدد يوم غد الأربعاء لجريدة الأخبار. نهاية الجولة الصحفية، إلى اللقاء.